يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض من الناس وبعض من الباحثين ينكر شخصية عبد الله بن سبأ ويقول إنها شخصية وهمية، فهل هذا القول صحيح؟ هذا قول الشيعة، ينكرونه لأنه إمامهم، وينكرونه من أجل أن يمحو العار الذي حصل على أصل مذهبهم، ويقلدهم بعض الكتاب الجهال من المنتسبين إلى أهل السنة، يقلدهم في هذا الأمر وهو ما يدري. يعني هل أهل العلم الذين ذكروا عبد الله بن سبأ وذكروا قصته هل هم كذبة وهذا هو الصادق؟ فأصل الإنكار هذا من الشيعة، يريدون أن يلمعوا مذهبهم وأن يخدعوا الناس به، هذا قصدهم. نعم.